من أهم الأفلام المصرية اللي سلطت الضوء كده على حياة الست المصرية زمان كان فيلم بين القصرين للعملاق الفنان يحيى شاهين، سيد السينما المصرية اللي أبدع في الدور ده، وكلنا طبعا حافظين يعني جمل كتيرة جدا كان بيقولها سيد، وأهم الإفيهات اللي كان بيقولها في بين القصرين، جسد بشكل احترافي جدا دور الراجل المتسلط داخل البيت، وساب بصمة فنية في ذاكرة السينما المصرية لحد دلوقتي فاكرينها مستمرة معانا. سيد دور ما يتنسيش أبدا في السينما المصرية. أكيد سيد السينما المصرية يحيى شاهين، النهاردة ذكرى ميلاده، صباح الخير يا مصر احتفى بيه في تقرير خاص رصد مشواره وحياته الفنية، خلينا نتابع. تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان يحيى شاهين الملقب بسيد السينما المصرية، والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1917 بحي ميت عقبة بمحافظة الجيزة، وبعدما حصل على بكالوريوس الهندسة بقسم النسيج عام 1933 عمل موظفاً بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لكن شغفه بالتمثيل كان أقوى من أن يستمر في وظيفته. اكتشفه الفنان بشارة وكيم الذي قدمه إلى الفرقة القومية للتمثيل كوجه جديد، وبالفعل دخل يحيى شاهين من خلال تلك الفرقة إلى المجال الفني، وتنقل من خلالها إلى العديد من الفرق المسرحية، منها فرقة فاطمة رشدي التي شارك فيها بعدة عروض مسرحية، منها مسرحية مجنون ليلى وروميو وجولييت. بعد تألق يحيى شاهين على خشبة المسرح اندمج في مجالات فنية أخرى، فدخل المجال السينمائي بأدوار ثانوية، وكانت البداية بدور صغير أمام كوكب الشرق في فيلم دنانير عام 1939، ثم تكررت الأدوار بنفس المساحة في فيلم لو كنت غني مع بشارة وكيم وفيلم حبابة، حتى أتت إليه البطولة المطلقة. ارتبط اسم يحيى شاهين والفنانة مجدة في الوسط الفني لفترة طويلة، وذلك بسبب قيامهما بعمل ثنائي فني مميز قدما من خلاله عدداً من الأفلام الناجحة. ويعتبر من أشهر الأفلام التي قدمها الراحل يحيى شاهين مع مجدة فيلم هذا الرجل أحبه. حصل يحيى شاهين على العديد من الجوائز عن أفلامه مثل جعلوني مجرماً ونساء في حياتي وإرحم دموعي، كما لمع في ثلاثية نجيب محفوظ في شخصية سيد التي أخرجها حسن الإمام. وبعد مسيرة فنية طويلة ومميزة، وفي 18 من مارس عام 1994 توفي الفنان يحيى شاهين بعد رحلة حياة عمرها 78 عاماً، قضى منها 58 عاماً في مجال الفن، وقدم خلالها أعمالاً فنية رائدة أوضحت بصماته في الفن السينمائي.